مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة المباشرة التي نستهلها بأبرز العناوين. غليان شعبي وتصعيد أمني داخل مخيمات تندوف نتيجة للممارسات القمعية لجبهة البوليساريو. الأقاليم الجنوبية تستعيد إيقاع الحياة الطبيعية. وفي مستجدات الحالة الوبائية، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 حالة تمثلت للشفاء. أهلا بكم إلى التفاصيل. مستهل النشرة من مخيمات تندوف التي تعيش على واقع احتجاجات وثورات متتالية، آخرها هجوم عائلة صحراوية مدعومة بعدد من أقاربها على ما يسمى مقر الدرك التابع لجبهة البوليساريو، كرد على الاعتداءات الشرسة التي طالت أحد أبنائها من طرف ميليشيات عسكرية. تقرير في الموضوع لعية سرتي. تصعيد غير مسبوق تشهده مخيمات تندوف، تصعيد يتزامن مع أزمة فيروس كورونا، ينضاف إليها الحصار العسكري الذي تفرضه الجزائر بعد إغلاق معابرها وتقييد حركة التنقل مع المخيمات. كل ذلك أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتصاعد الاحتجاجات. القيادة الانفصالية وبعد صمتها على قرار فرض الحصار العسكري الجزائري خرجت بلغة التهديد والوعيد ضد الساكنة الغاضبة لتضرب قوة الحديد والنار لكل مخالف لقراراتها الجوفاء. آخر فصول الحكاية الاعتداء الوحشي من طرف كتيبات عسكرية على شاب صحراوي، والتهمة الخروج عن الصف، صف الحجر العسكري. تهمة تافهة اعتبرتها عائلة الشاب، فهبت لنصرة ابنها المظلوم. العائلة وفي سعيها نحو الثأر شنت هجوما جماعيا كبيرا مباغثا على ما يسمى مقر وزارة الدفاع. الهجوم فاجأ ميليشيات القيادة المرابطة بالمقر التي دخلت في اشتباكات عنيفة مع مناصري الشاب، فما كان لها من خيار سوى طلب مزيد من التعزيزات الأمنية لصد الاحتجاجات. النتيجة إصابات مختلفة بين صفوف الفريقين، وحديث عن استيلاء المحتجين على أسلحة وذخيرة حية. القاعدة هنا تقول: العنف يولد عنفا مضادا، عنف وقمع ممنهج تمارسه قيادة الجبهة لإسكات معارضيها والخارجين عن قوانين نظام حليفها الجزائر ومن تعتبرهم العابثين بمصداقيتها وهيبة مشروعها الوهمي. يولد عنفا مضادا عفويا أساسه أوضاع اجتماعية وأمنية مزرية بهذه المخيمات فاقت كل ما يمكن أن يطاق. ليست الاحتجاجات التي تشهدها تندوف اليوم بداية الشرارة، ولا حتى تأسيس جبهة البوليساريو كحطبها حرب بالوكالة وإعلانها كدولة كرتونية عنوة، فمعاكسة المغرب بدأت قبل ذلك بكثير ولن تنتهي بانتهاء مهام القنصل المغربي بالجزائر، عدا كان ولا زال مبنيا على عقد ثورتها الحكومات الجزائرية، فباتت فصلا مقدسا ضمن دستوره. تقرير الموضوع لفتح الأمين. وفقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، تعيين قنصل يخضع لموافقة الدولة المضيفة وتقبل بالتالي أن يمارس مهامه على أراضيها، فكيف بدولة أن تقبل بضابط لدى المخابرات أن يشغل منصب قنصل بأراضيها رغم علمها سلفا بمهمته؟ لقد تطور العالم منذ نهاية الحرب الباردة، ولكن النظام الجزائري ما زال متشبثا بنماذج تعود إلى سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. يجب القول أن اللجوء إلى تلك النماذج التي عفى الزمن عنها تناسب الجزائر في تحديد العدو الخارجي من أجل تحويل أنظار الشعب عن الأزمة الداخلية الخطيرة التي تهز أركانها.
سياسة اقتصادية ودبلوماسية فاشلة ستدخل الجزائر لا محالة سنوات عجاف بدون سنابل. سياسة هروب لم تثني الشعب الجزائري عن الحراك، ولسان حاله يردد إنا للشارع وإنا إليه راجعون. فالنظام الجزائري المهزوز من شدة الأزمة الاقتصادية والسياسية لا يتوانى في توجيه سبابة الاتهام إلى العدو التقليدي بالسعي إلى محاولة زعزعة استقرار الجزائر، متخذا من استحضار نظرية المؤامرة بشكل دائم وسيلة للفت النظر عن المشاكل المختلفة والمتنوعة التي تعاني منها الجزائر. والرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون لم يحد عن هذا الخط. مرت 5 عقود ويزيد عن الاستقلال الجزائري، وما زال المغرب هو العدو المزيف المفضل لدى الأنظمة المتعاقبة في الجزائر، التي تلعب دائما على نغمة أن كل المشاكل التي تعاني منها الجزائر سببها الجار الغربي، رغم أن 3 أجيال تعاقبت على البلاد منذ الحرب الجزائرية. عندما يحاول الرئيس الجزائري الجديد عزل المغرب ويفشل في ذلك، فإنما يعمل عمليا على عزل الجزائر أكثر من ذلك. إن مجمل تصرفات الرئيس الجزائري الجديد تصب في الهرب إلى الخارج بدل مواجهة الواقع الجزائري. يهرب تبون في اتجاه المغرب بدل التعاطي مع الوضع الداخلي الجزائري بجرأة وشجاعة. ولكن ما العمل عندما يكون الرئيس الجزائري مجرد أداة لدى المؤسسة العسكرية التي تعتقد أنها استعادت دورها؟ من حق النظام الجزائري السعي إلى البقاء بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الهرب المستمر إلى الخارج. ما ليس من حقه الاستمرار في العيش على وهم القوة الإقليمية التي ترفض التصالح مع الداخل الجزائري ومع محيطه المباشر. والأكيد أن ابتزاز المغرب لن يقدم ولن يؤخر، وإنما بوليساريو لا يمكن أن تكون يوما أكثر من أداة في خدمة الأجهزة الجزائرية. ثمة أمور تدعو إلى الضحك فعلا أكثر من أي شيء آخر. فإصرار النظام الجزائري على لعب دور القوة الإقليمية في وقت لا يمتلك البلد أي قدرة على تلبية المطالب الشعبية المشروعة للجزائريين أنفسهم، وهي مطالب يعبر عنها حراك مستمر منذ عام. فبعض الناس لا يرى الشر لابسا رداءه بل مستعرا رداء الخير، ومن هنا يضلون. هكذا ضل النظام الجزائري ليبيا وغيرها من الدول فقبلت وساطتها رغم حالها الباكي. عائدة من غياب عن المشهد الليبي، غياب دام سنوات بفعل أزمتها الداخلية. باشرت الجزائر سلسلة لقاءات وزيارات تتوخى من ورائها إعادة تموضعها الدبلوماسي تحت ضغط التغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة. إذا القى قصر المرادية بثقله في الأزمة الليبية طوال الفترة المنصرمة سعيا إلى بعث دوره السياسي في الملف. استقبلت الجزائر وفودا وحركت آلتها الدبلوماسية، لم تبخل شيئا في سبيل إفشال اتفاق الصخيرات. جولات مكوكية في عدة دول وبين جلبات أوروبا تاركة أزمتها الداخلية جانبا، كما عهدها الشعب الجزائري لتلعب دور المصلح السياسي والاجتماعي في دولة الجارة. لكن بريق الأمل الليبي وعودة الأمور إلى نصابها بدا من بعيد ومن وراء ستارة وهمية أسدلتها الجزائر لتخبئ خلفها اتفاق الصخيرات. واستنتاج العقل أن الخروج عن اتفاق الصخيرات قد يؤدي إلى أزمات تعصف بمستقبل ليبيا. كل الدول طالبت بالعودة إلى اتفاق الصخيرات بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأخرى اعترفت بوجوب اعتماد هذا الاتفاق كمرجعية سياسية لإنهاء الأزمة الليبية. أما تندوف فالطفل الجزائري والمراهق السياسي يعرف تماما أنها مجرد أداة في يد الجزائر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا اتصالا هاتفيا مع المحلل السياسي نوفل البعمري، المحامي والباحث في قضية الصحراء، لنستمع. عيش مخيمات تندوف منذ بداية الحجر الصحي الذي شهده العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وضعا استثنائيا ووضعا خاصا مرتبط بشكل مباشر بالجانب الحقوقي وبالجانب المتعلق بانتهاكات الجسيمة الحقوقية الكبيرة والمتعددة والمتواترة والممنهجة التي يتعرض لها النشطاء ويتعرض لها
أهالينا داخل مخيمات تندوف. كانت هناك عدة اختطافات، كانت هناك عدة محاكمات صورية آخرها ما تعرض لها محمد صلاحي الذي تم عرضه أمام محاكمة صورية، أمام محاكمة لا تتلائم مع القانون الدولي سواء الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، أمام محاكمات تفتقد كل أدنى شروط المحاكمة العادلة. هناك كذلك احتجاجات أخرى متعلقة بالوضع العام داخل المخيمات وبحالة حالة ديال الاحتقان الاجتماعي والحالة ديال الاحتقان الاقتصادي والحالة ديال الاحتقان خاصة على مستوى تدبير آثار ديال فيروس كورونا. وحنا شفنا عدة تقارير إعلامية دولية تتحدث عن نهب وسرقة المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تتوصل بها الأهالي والساكنة ديال المخيمات في إطار التدبير ديال فيروس كورونا، لكن احنا شفنا هذه التقارير تتحدث كذلك على نهب هذه المساعدات وعلى بيع هذه المساعدات التي كان من المفترض أن توجه للساكنة ديال المخيمات بشكل مجاني. هذا الوضع داخل المخيمات أكيد على أنه يضغط على النظام الجزائري. هذا النظام الجزائري اليوم بالإضافة إلى ما تعيشه المخيمات وعدم قدرته على التحكم على في الوضع داخل المخيمات الذي تحول إلى بؤرة ديال انتفاضة حقيقية ضد قيادة ديال بوليزاريو وضد الجنرالات العسكريين الجزائريين المتحكمين الحقيقيين في المخيمات وفي تنظيم جبهة بوليزاريو، إذا أضفنا هذا الوضع إلى جانب وضع ديال استمرار التظاهرات، استمرار مطالبة الشعب الجزائري بحقه في نظام سياسي سلمي ديمقراطي، في حقه في التداول الديمقراطي على السلطة، في حقه الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي حقيقي مبني على ما ستفرزه قواعد حقيقية ديال صناديق الاقتراع. كل هذا الوضع الضاغط على النظام الجزائري الذي لم يستطع أن يدبر هذه المرحلة سياسيا ولم يستطع أن يدبر هذه المرحلة على مستوى التدبير الداخلي لفيروس كوفيد 19 أدى به إلى محاولة اختلاق أزمات متعددة مع المغرب. هذه المحاولات شهدناها يوم أمس في تصريح ديال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية الذي حاول إعادة الاستهداف المغرب من خلال تصريح أقل ما يمكن أن يقال عنه هو تصريح لا مسؤول أو تصريح يعكس فشل ديال هذه القيادة الحالية ديال النظام الجزائري. المغرب عبر عن امتعاضه من هذه التصريحات، المغرب عبر بذكاء دبلوماسي على رفضه إلى انجرار وإلى مسايرة النظام الجزائري في تصريحات إعلامية، لأن المغرب لن يستفيد منها بل ستكون مفيدة لهذا النظام الذي يبحث على العودة إلى التراشق الإعلامي، يبحث على توتير العلاقة مع المغرب خدمة لأجندته السياسية. المغرب من خلال التصريح ديال وزير الخارجية المغربية أكد على امتعاض من هذه التصريحات، أكد كذلك على أنه هذا التصعيد الغير مبرر يؤدي ويذكر روح ديال الشك ويؤثر على حسن الجوار الذي كان من المفترض أن يكون مطبوعا في العلاقة ما بين المغرب والجزائر، لكن هذا النظام للأسف نظام فاشل سياسيا، نظام فاشل على مستوى تدبيره السياسي للحراك الجزائري، نظام فشل مؤسساتيا، نظام فشل ديمقراطيا، لم يبقى له إلا محاولة جر المغرب لهذا لحرب إعلامية. المغرب كما أكد يوم أمس وزير الخارجية لن ينجر إلى هذه الحرب لأنه المستفيد منها هو فقط نظام جزائري، في حين أن الخاسر الأكبر من هذا التوتر هو الشعب الجزائري الذي يبحث على الحرية، الذي يبحث على التكامل الاقتصادي، الذي يبحث على التعايش الطبيعي والعادي مع جيرانه خاصة المغرب رسميا وشعبيا. في المقابل هنا بمدن قليمة الجهات الجنوبية الثلاث بدأ إيقاع الحياة الطبيعية يعود تدريجيا بعد فترة حجر صحي في مواجهة جائحة كورونا. الجهات الجنوبية التي تم تصنيفها ضمن المنطقة رقم 1 من مخطط التخفيف لتدبير الحجر الصحي بدأت تستعيد نسقها الطبيعي مع استئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بها وفق معايير دقيقة ومتكاملة. المتابعة نستهلها من جهة الداخل وادي الذهب في روبورتاج بكار دليمي ومحمد التاسع.
بدأت مدينة الداخلة تستعيد تدريجيا نشاطها المعتاد بعد 10 أسابيع من الحجر الصحي، إذ فتحت المحلات من جديد وسمح لعدد من الأنشطة التجارية والاقتصادية باستئناف العمل، بينما يستمر الالتزام بإجراءات السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي من أجل تجاوز هذه المرحلة بسلام. الحمد لله اللي فتحت لنا الأبواب باش نمارسوا نشاطنا التجاري وعملنا اليومي بكل أريحية الحمد لله. نقص الوقت اللي بغينا ونفتح الوقت اللي بغينا الحمد لله. وعادت الحركة في الشوارع والأسواق والساحات العامة والنقل العمومي تدريجيا، كما عاد العديد من أجراء الشركات وموظفي القطاع العام إلى مكاتبهم. الحمد لله اليوم الدخل بمعنى وصمت في المنطقة واحد، نشوفوا على الناس الحمد لله عايشة حياتها طبيعية، التنقلات والمتاجر مفتوحة، مع الأخذ بعين الاعتبار يعني التعليمات الصادرة بحق التباعد الاجتماعي وبحق كذلك حتى ارتداء الكمامة اللي هي إلزامية، لأن هذا الشيء كان بفضل يعني تفهم الساكنة. هذا التضافر هذا وهذا الحس المشترك اللي أبانت عليه يعني ساكنة جهة الذهب اليوم كان جنيو الثمار ديالو، ولكن بطبيعة الحال هذا لا ينفي أن العملية لازالت مستمرة وأن الوباء راه مازال عندنا في بلادنا، وبالتالي الاحتياطات اللي كنا كنخدموا بها وحتى السلوك الإيجابي اللي تعلمناه من كورونا في الصف احترام يعني مجموعة ديال الحويجات، مفروض هذا السلوك هذا يتربى أكثر. اليوم نحن جد سعداء أننا نتوجوا نهاية يعني الحجر الصحي بمدينة الداخلة بعد ما يعني ترشحت مدينة الداخلة في المنطقة الأولى، وكان ذلك بفضل الجهود التي بذلها المسؤولون يعني سواء مجتمع مدني وكذلك وزارة الداخلية وزارة الصحة ومواطنون عاديون يعني بالتزام ديالهم وبفضل يعني حسن تدبير المعقل للجائحة قدرنا أننا نكون في المنطقة الأولى الحمد لله. وجود زيتنا زيت الداخلة وعد ذهب بالمنطقة رقم 1 ما يخص التخفيف من الحجر الصحي هو مكسب كبير، وهو أيضا ثمرة ونتاج تكاثف الكثير من الجهود بما بين السلطات المدنية والعسكرية والتزام أيضا الساكنة وانخراطها بشكل كبير بالاحترام بالنظافة والصحية وبالتدابير الصحية اللي كانت تصر عليها السلطات. في الداخل تعود الحركة في الأزقة والشوارع ويعود النشاط من جديد، ورغم أن بعض الأنشطة الاقتصادية بالمدينة لم تتوقف حركتها تماما أثناء الحجر الصحي، إلا أن سكان المدينة يستمتعون بحرية التنقل والحركة من جديد بعد قرار السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي وتصنيف المدينة في المنطقة رقم 1. وللمزيد من المعطيات نتابع زميل بكر ديمي من مدينة الداخلة. نعم، شكلت مرحلة تخفيف الحجر الصحي اليوم بمدينة الداخلة عودة حقيقية للحياة الطبيعية بهذه المدينة من خلال استئناف الأنشطة الاقتصادية وكذا تجارة القرب. من المعروف أن مدينة الداخلة منذ 22 يوما لم تسجل بها أي حالة لكوفيد 19، ما مكنها من الانتقال أو استحقاق أن تكون من المناطق أو الأقاليم أو الجهات بالمنطقة رقم 1. التخفيف من الحجر الصحي لا يعني أبدا انتهاء حالة الطوارئ الصحية، بل يجب على المواطنين والساكنة الالتزام بكل الوسائل الاحترازية من أجل تفادي انتشار كوفيد 19، وهذا ما لمسناه بالكثير من المناطق هنا بمدينة الداخلة، احترام تام لهذه الوسائل وكذا التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كل مناطق التي استطعنا أن نزورها اليوم. وعلى صعيد جهة العيون الساقية الحمراء وفي سياق تنزيل تدابير التخفيف من الحجر الصحي بصفة تدريجية وعبر عدة مراحل، قام منتصف ليلة أمس والي الجهة مرفوقا برئيس المجلس البلدي للعيون وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية بجولة بالمدينة لإعلان رفع
الحجر الصحي واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بين المواطنين وارتداء الكمامات وباقي الإجراءات الاحترازية الأخرى. إذن وبعد إعلان جهة العيون الساقية الحمراء ضمن الجهات والأقاليم المعنية بالتخفيف من إجراءات الحجر الصحي، بدأت الحركية تعود للمدينة حيث تعرف نشاطا كبيرا. عن أجواء اليوم الأول من التخفيف من تدابير الحجر الصحي بمدينة العيون يدور ربورتاج محمد لميل قرح ومحمد مورد ملاخف. الساعة تشير إلى 6 مساء ودقائق قليلة، توقيت بالأمس كان موعد إغلاق المحلات التجارية والأسواق ومختلف الأنشطة. اليوم ومع إدراج مدينة العيون ضمن المنطقة 1 المعنية بتخفيف تدابير الحجر الصحي، بدأت الحركة والحيوية تدب في مختلف شوارع وحارات المدينة، حركية شملت أيضا المتنزهات والفضاءات العمومية التي ظلت موصدة في وجه العموم منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد. الحمد لله العيون راه بدا كما كتشوفوا راه بدات الرفع التدريجي ديالها بدا بشوية بشوية، الحمد لله الحياة رجعت كيف ما كان، كيف ما كتشوفوا الناس راه بدات كتخرج، الحياة رجعت لطبيعتها، وهذا الشيء ما كيمنعش باش نديروا الكمامة ديالنا ونديروا التباعد، والحياة راه الحمد لله راه بخير وكل شيء بخير والناس راه فرحانة. الحمد لله العيون ترفع عليها الحجر الصحي شوية بشوية الحمد لله تدريجيا، اللهم لك الحمد. وبما أن الخير يتسابق فمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية ينتظر أن تشهد انتعاشة قوية مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية. الحمد لله بعد من اللي تصنفنا دروك في الجهة 1 تطرست القضية شوي وبدأت اليوم كتيسر وكان نقوم بالتباعد الكمامات الاحتياطات ديالنا كنديروها والحمد لله بعدا تيسرت الامور ماشي بحال الاول، رجعت الحياه الطبيعيه الحمد لله، انتعشت السوق الطبيعي الحمد لله ودخلت الناس السوق الحمد لله. هذا الحمد لله الزمن الماضي يعني في ذيك الفتره الزمنيه اللي هو فيها حاجه الصحي كان عندنا وقت معين ما نقدر نتخطاه، ولكن الحمد لله واضطرت الطريق الحمد لله ورجعت الحياة الطبيعية ودخلت الناس السوق. إدراج جهة العيون الساقية الحمراء ضمن المنطقة 1 المعنية بالتخفيف من تدابير الحجر الصحي مكسب يجب الحفاظ عليه عبر التقيد بالإجراءات الاحترازية كوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وشتى الوسائل الوقائية الأخرى. إجراءات عدة تضمنها قرار تصنيف جهة العيون الساقية الحمراء ضمن منطقة التخفيف رقم 1 خاصة ما يتعلق بالالتزام بعدد من التدابير الصحية. روبورتاج حول الموضوع لعلي الكبش وعبد الله المحمودي. يوم جديد عاشها المواطن المحلي بالعيون خلافا لأمس قارب 3 أشهر بعد إقرار الحجر المنزلي، فمع دخول القرار الثنائي سير التفعيل بتصنيف الإقليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1 أصبحت الحركة تدب بالشوارع والمحال التجارية كما بدت من إحداها. حركية أقر القرار المشترك تفعيلها جنبا لحثه على التقيد بحزمة التدابير الوقائية المعمول بها، حيث يرى الفاعلون المدنيون محليا بأن احترامها سيحافظ على الوضعية الوبائية بالجهة. اليوم الحمد لله ارتفع عنا شمل التدريجيا يعني الحجر الصحي في هذه الجهات 3 غير خاصنا نحافظوا عليه باش هي بوضع الكمامات، نحافظوا على مسافه الامان، نتموا ملي نغسلوا ايدينا، وخاصنا ملي عائلاتنا ما نخلوها تجتمع عندنا في الديار، والمناسبات خاصنا ملي ما تجتمع فيها الناس اللي عنده مناسبه يخطيها يعني باقل عدد، اللي عنده اي شيء يخطي باقل عدد من عائلته. تخفيف الحجر راها اعطاني واحد الوتيره، رجعت العيون عاد ماشي ترجع كسابقة عهدها، لترجع شوي بشوي ان شاء الله. هذا في حالة إلك عندنا كاملين لنلتزموا التزام حقيقي وبأمانة بهذه التدابير باش على الأقل تمو هذا الوباء يوفى عنا ان شاء الله بإذن الله تعالى، الله يرفع عنا البلاء ان شاء الله وعن المسلمين. تفاعل المواطن المحلي مع قرار السلطات في رفع الحجر المنزلي لا يجب أن ينسيه إلحاح السلطات ذاتها، كما تضمن البلاغ المشترك على مواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية المعلن عنها في وقت سابق من قبيل وضع الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي وغيرهما من تدابير أخرى حفاظا على الوضعية الوبائية بالجهة.
هذا التخفيف لا يعني بأي حال من الأحوال أنه الحجر الصحي انتهى أو أنه جائحة كورونا مرت بسلام. الحمد لله احنا في جهة العيون الساقية الحمراء سجلنا فقط 5 حالات، واحدة منها نزلت تلقى العلاج. هذه أرقام مبشرة، ولكن رسالة لجميع المواطنين والمواطنات أيا كانوا في عموم أرجاء الوطن أنه يلتزموا يبقوا في ديارهم، لأنه الحجر الصحي هو في مصلحة الجميع وهو في مصلحتنا، ويالتنا نلتزموا يكاننا ننهو هذه الجائحة بخير وعلى خير. هذا ما يعني عنا وفينا بشكل نهائي، احنا قطعنا خطوة راقية وحضارية، يا غير هذا ما يمنع عنا نتمم زلنا متواصلين نعدوا الإجراءات كيف الكمامات كيف التباعد مبينات الناس، وحتى ذلك العادات اللي كانت اللي تربط المجتمع الصحراوي إلى قد قوموها عنهم إلين يوفى عن ذا الحجر. مناخ الوباء بالجهة أمسى بيد الساكنة المحلية عبر مدى احترامها للقرارات الوقائية من أجل إبقائها ضمن منطقة التخفيف رقم 1 مع التقييم الأسبوعي الذي ستعكف عليه السلطات المختصة. نبقى مع أجواء اليوم الأول بمدينة العيون، ودائما مع الزميل علي الكبش الذي كان قبل لحظات بأحد شوارع المدينة. لنتابع. مساء الخير. طبعا مع منتصف ليلة البارحة تم الإعلان رسميا عن سريان أو على سريان القرار المشترك عبر إزالة مختلف السدود الأمنية التي كانت قد شيدت في وقت سابق هنا بمدينة العيون من أجل ضبط الحركة ومن أجل تنزيل قرار الحجر الصحي. أما مع صباح اليوم وكما عاينا من خلال التقرير فبدت الحركة تدب بمختلف الشوارع وكذلك الأزقة كما المحال التجارية، إضافة أيضا حتى إلى الورشات الخدمية التي لم تستثنى من هذا القرار. الفاعلون المحليون يرون بأن تصنيف الجهة جهة العيون الساقية الحمراء ضمن خانة منطقة التخفيف رقم 1 بات في حكم مؤكد، غير أن الرهان هو الحفاظ على هذه المكانة وذلك عبر التقيد بحزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها سابقا والتي أيضا تضمنها حتى القرار المشترك الجديد، وذلك حفاظا على مكانة هذه الجهة خاصة في ظل وجود تقييم أسبوعي في انتظار طي طبعا ملف الفيروس بالجهة وأيضا في انتظار طيه بمختلف أرجاء البلاد. نبقى بنفوذ الترابي لجهة العيون الساقية الحمراء وتحديدا بإقليم السمارة، حيث استأنف أزيد من 1200 تاجر بالمجالات الخدماتية والتجارية نشاطهم الاقتصادي بالتزامن مع تصنيف الإقليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1. الصورة ينقلها لنا روبورتاج ويسف زعواطي بكاميرا مبارك الباس. تمام 6 من مساء أول أيام التخفيف من إجراءات وتدابير الحجر الصحي عن ساكنة السمارة، هكذا بدت الصورة من شوارع المدينة الخالية من الوباء. 0 حالة بالإقليم منذ إقرار حالة طوارئ صحية بفضل التزام الساكنة وعمل لجان اليقظة، حصيلة لا تعني التحلل المطلق من قيود فرضتها الوقاية من الجائحة. إذا الحمد لله كيف تعرفوا جميع نحن الآن في مدينة السمارة 0 حالة، وهذا الحمد لله هذا مكسب كبير جدا لساكنة المدينة، لكن الرهان والأساس هو أننا نحافظ على هذا 0 حالة، وهذا لا يتأثر بطبيعة الحال إلا بالحفاظ مثلا على مسافة الأمان وارتداء الكمامة والالتزام كذلك بشروط السلامة بالسلامة الصحية. جاء الوقت بأننا خصنا نحافظوا على هذه الحالة هذه الحمد لله اللي عرفتها المنطقة طيلة هذه الفترة هذه اللي عرف هذا الوباء اللي انتصر فيها الوباء، والحمد لله خصنا نحافظوا على المكتسبات هذه باش بالكمامات والتباعد الاجتماعي للمحافظه على الحمد لله على هذه الحاله هذه اللي استمرت فيها مدينه سماره. وكما تلاحظوا اليوم الحمد لله الناس رجعات للمحلات ديالها ورجع شويه الرواج وترفعوا ديك البارير اللي كانوا في الشوارع. تصنيف السمارة ضمن منطقة التخفيف 1 تنفس معه حوالي 1200 تاجر تحصيهم المجالات الخدماتية والتجارية بمختلف أنواعها تنفس الصعداء بعد قرابة 3 أشهر من الإغلاق. صالونات الحلاقة والتجميل عادت لاستقبال زبنائها مع التقليص من نسبة الاستغلال إلى النصف
كإجراء وقائي من انتقال العدوى. احنا كما كتعرفوا على ان دوزنا واحد المرحله ديال الركود ديال 3 أشهر تقريبا ديال ان الانسان كان متوقف عن العمل، ومعولين على هذه المرحله اللي هي ان شاء الله بحول الله قوته اننا اولا على ان المحل يرد الزبناء ديالو، يعني يرد الزبناء ديالو، وكذلك على اننا نحاولوا نديروا نداركوا يعني الفاتورات ديال الماء والفاتورات ديال الضوء والفاتورات ديال الكراء. دابا فتحنا بخير وعلى خير، رجعنا للمسائل كما كانت في الاول وبخير وعلى خير، ما خص خير يا ربي لك الحمد. كننصحوا الناس تبعد الزبناء، يبعدوا مترو مترو، والانسان يدير الكمامه ديالو، الله يحفظنا من هذه البيقة وصلنا من هذه الجائحة. فصل جديد إذن من معركة الحاتف في وجه الجائحة تدخله حاضرة إقليم السمارة، دخول برصيد خال من أي حالة للإصابة وطافح باليقظة والالتزام. مدينة إقليميم هي الأخرى عاشت أجواء اليوم الأول من تخفيف مظاهر الحجر الصحي الذي هم عديد المناطق التي نجحت في التصدي حتى الآن لأخطار هذه الجائحة. المدينة استعادت مظاهر حياتها الطبيعية والاعتيادية، والمشهد يقربنا منه روبورتاج حفظ محضار عيد السرتي وجمال الخصاصي. اليوم الأول من تنزيل تدابير تخفيف الحجر الصحي يعيد مظاهر الحياة الاعتيادية إلى مدينة إقليميم التي افتقدتها على مدار 3 أشهر الماضية. ساكنة المدينة تنفست السعداء بعد أن استفادت المنطقة من إجراءات التخفيف التي كانت نتاج التزام لمكوناتها بتدابير الحجر الصحي والتي أثمرت هذه المكاسب. مرقنا نفوج شوي من بعد ذاك الكذار ديال الدار 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 والعزلة، وصافي راهينا دريك نتمتع بالمناظر كأول يوم، وقلنا نخرجوا شوي مع العائلة نفوجوا. ريك خاصك إلا مرقت الكمامة لا ود لك منها، وتعطي لخوك مسافة بينك وبينه، ما وحد يعني يتسلم عليه بيدك والله بوجهك والله ما يخالق. ودريك حمدنا مولانا فرحنا بهذا الحجر الصحي اللي رفع عنا. واخا خرجنا اليوم احنا محتفظين على المسافة ديال الأمان والكمامة، والحمد لله ملتزمين، ونطلب الله تعالى يفرج. فضاءات المدينة ووجهتها الإيكولوجية والطبيعية كانت وجهة الساكنة خلال اليوم الأول من بداية تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي المنزلي، فرصة للترويح عن النفس بعد طول انتظار واستنشاق نفس جديد، ولما لا ممارسة بعض الرياضات الفردية التي يحن إليها الكثيرون. في العشية كنمشي ندير شوية الرياضة الحمد لله في هذه البلاصة وحدي، ما كاينش لا اجتماعات لا والو، ونتمنوا ان شاء الله الله ينجينا ونجيكم من هذا الوباء. وكنشكروا الساكنه ديال واد نون انهم الحمد لله ملتزمين شيوخا ورجالا ونساء واطفالا بهذا الحجر اللي استمر مده ما يقارب 3 أشهر. هذا الحجر هذا واخا كان شويه صعيب وكنا محرومين وهذا، ولكن هو في الصالح ديال المواطنين وفي الصالح ديالنا على حسب الوقاية من هذه الجائحة. وحنا دابا الحمد لله مع التخفيف راحنا خرجنا دابا واحد شوية باش نشموا الهواء نقي ونلعبوا شوية الدراري. رفع سيل من تدابير الحجر الصحي عن إقليميم إسوة بمجموعة من أقاليم المملكة التي نجحت في التصدي لأخطار الجائحة يفرض تعاملا احترازيا مع هذا الوضع، خاصة في ظل التهديد الذي لا زالت تثيره هذه الجائحة العالمية. صنفنا في المنطقة الأولى، هذا يعني أنه انتهى الأمر، يعني من هذا المنبر كنوجهوا واحد النداء لجميع المغاربة ماشي غير في المنطقة الجنوبية والقلم الجنوبية، كاع الناس اللي تصنفوا في المنطقة الأولى يتخذوا الحذر، يستمروا في اتخاذ الحذر ويلتزموا بالوسائل ديال الاحتراز حتى يعني نقضي على الجائحة نهائي إن شاء الله. مخافة باش ما نرصوا نمشوا للمنطقة ديك رقم جوج خاصنا نحافظوا على التباعد، وإلا مرقنا نديروا الكمامات ونحترموا هادشي اللي دخل دارو ملي يغسل يديه ويعدل داكشي كامل اللي قالت الصحه وزاره الصحه واللي قالت السلطات ملي خاصنا نطبقوه، راه ولا في صالحنا ما هو في صالح حد ثاني.
يوم أول إذن من تدابير التخفيف التي استحقتها غليميم وباقي أقاليم الجهة، مكسب توج الجهود التي انخرطت فيها مختلف مكونات المنطقة التي تصدت بحزم ومسؤولية لهذا الوباء العالمي، ولا زالت متأهبة للتعاطي بنفس الحسي الوطني مع أي تهديد محتمل. وحول عملية تنزيل قرار الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي على مستوى جهة غليميم ودنون، نتابع زميل حافظ محضار من غليميم. نعم، مدينة غليميم تستعيد حياتها الاعتيادية بعد استفادتها من تدابير التخفيف من المستوى الأول. مظاهر هذه الحياة الاعتيادية تبدو جليا في كل فضاءات وأركان هذه المدينة. نموذج ذلك هذا المحج الإيكولوجي الذي شرع اليوم في استقبال عدد كبير من المرتادين. هؤلاء المرتادون الذين يجدون في هذا الفضاء مجالاً للترويح عن النفس. أستضيف أحد هؤلاء المرتادين. نعم، مساء الخير. السلام عليكم. يعني كيف وجدتم اليوم الأول من التخفيف، من تخفيف مظاهر الحجر الصحي بهذه المدينة؟ السلام عليكم. الحمد لله كنا جد سعداء باليوم الأول من هذا القرار ديال التخفيف على المنطقة المستوى الأول، والحمد لله كما شفتوا الناس الحمد لله خارجوا وفرحانين بهذا القرار هذا، ومتخذين الحمد لله الاحتياطات ديالهم ومرتادين الكمامات الأغلبية ديال الناس الحمد لله، وكنتمنوا أنهم يستمروا في هذه الاحتياطات اللازمه، لان هذا الوباء هو واحد الوباء اللي جد خطير ومازال ما تغلبناش عليه. يعني كنتمنوا انه الناس ان شاء الله يحافظوا على هذا، يتخذوا الاحتياطات اللازمه ويرتادوا الكمامات ويغسلوا يديهم ويستمروا في نفس الاحتياطات. نعم الاكيد. نعم الاكيد هذا التخفيف ما جاش اعتباطا، الاكيد هذا كان مكسب ديال الالتزام الساكنه بتدابير الحجر الصحي، هو اكيد اللي مكنهم من هذا الامتياز ديال هذا التخفيف من هذه التدابير. نعم الحمد لله جهة غليميم ودنون وبالأخص غليميم، الناس ديالو الحمد لله كانت في الانضباط تام للحجر الصحي، والحمد لله خير ودليل على أن منطقة أو جهة غليميم ودنون تصنفت ضمن المناطق الأولى اللي يمكن أنها اللي ترفع عليها الحجر، ولكن هذا ما يمنعش على أن الناس الحمد لله تواظب على النظافة وتواظب كذلك على التباعد الاجتماعي تخذ الاحتياطات ديالها. طيب نعم، اذا مساء الخير. شنو النصائح اللي كتوجهها في هذه الظرفيه لساكنه غليميم؟ الحمد لله الناس الحمد لله رانا حامدين مولانا على الساكنه اللي تفهمت هذا المرض ومشات مع الحمد لله الحرص عليه، ونتمناو باش يزيدوا على هذا الحرص، وراهي متوقظه معنا السلطات المحليه الله يجازيهم بالخير، وهذا السلطات المحلية وأنه الساكن الحمد لله متفهم هذا الوضع، ونتمناه من عند مولانا باش يزيدوا في هذا، راه ما فاتوا في يعني بصفة نهائية، ونتمناه خير للجميع. راجين في الله يرفد عنا هذا الوباء اللي مانا قادين به للمسلمين، راهي متحزمة جميع السلطات، نشكرهم على ذا اللي معدلة الحمد لله على السكينة وحاضية يكفمت الناس ومتوعية الناس، والحمد لله الحمد لله. شكرا وفسحة يعني طيبة. فقط بقي التذكير بأن جهة غليميم ودنون لا زالت تحتفظ بحالة إصابة واحدة بوباء كوفيد 19 على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي هنا بغليميم. ساكنة المنطقة، ساكنة الجهة عموما، تتطلع إلى صفر حالة في غضون الثلاث أيام القادمة بحول الله. في مستجدات الحالة الوبائية ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 حالة شفاء من المرض المرتبط به بالمملكة خلال 24 ساعة الأخيرة. وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ بوزارة الصحة سيد معاذ المرابط أن الحصيدة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 8537 حالة. لنتابع التصريح. مدينة مراكش 10 حالات لمخالطين في بؤرتين عائليتين. جهة الدار البيضاء 16 حالات بمدينة الدار البيضاء الكبرى لمخالطين لحالات مختلفة. 6 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بكل من طنجة والعرائش
كذلك لمخالطين لحالات مختلفة، حالتان بمدينة فاس بجهة فاس مكناس لمخالطين، وكذلك حالة واحدة بمدينة القنيطرة لمخالط في إطار بؤرة بجهة بؤرة مهنية بجهة الرباط سلا القنيطرة. سجلت ولله الحمد والشكر 18 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى حدود هذا الوقت إلى 7583 حالة تعافي تام، ويصبح بالتالي معدل التعافي يساوي 88.8%، وهو أكبر من المعدل العالمي الذي يساوي حاليا 50.7%، وكذلك أكبر من المعدل الأفريقي الذي يساوي حاليا في هذا الوقت 46.1%. وفي جديد الحالة الوبائية على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء، أعلنت المديرية الجهوية للصحة بالعيون شفاء حالة مصابة بفيروس كورونا التي كانت تتلقى العلاج بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية خلوه من الفيروس، ليعود بذلك أعداد الإصابات على صعيد الجهة إلى نقطة الصفر والحمد لله. في موضوع آخر، وبمقر الولاية ترأس سيد ولي جهة الداخلة والذهب مرفوقا برئيس مجلس الجهة وعامل إقليم وسرد وعدد من المنتخبين اجتماع اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يأتي في السنة الثانية من المرحلة الثالثة للمبادرة قصد المصادقة على مجموعة من المشاريع المبرمجة بإقليمي واد الذهب وأوسرد برسم سنة 2020. في المتابعة بكر الديمي ومحمد يتاس. تطرق اجتماع اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يأتي في السنة الثانية من المرحلة الثالثة للمبادرة قصد المصادقة على مجموعة من المشاريع المبرمجة بإقليمي الداخلة وادي الذهب وأوسرد برسم سنة 2020 لجملة من المشاريع وفق هندسة جديدة ترمي إلى تطويق رأس المال البشري من خلال مقاربة شمولية ترتكز على تحسين الدخل ومراعاة وضعية الأشخاص في وضعية هشاشة. اليوم كان اجتماع ديال اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، واللي ضم في جدول أعماله هو دراسة المصادقة على المشاريع المقترحة بالنسبة ل 2020، واللي همت الإقليمين المكونين الأساسيين للجهة إقليم واد الذهب وإقليم أوسرد. بالنسبة للمشاريع اللي اقترحت من طرف إقليم واد الذهب هي همت عدة مشاريع مهمة وأساسية، واللي هي همت البرامج الأربعة: تدارك الخصائص، برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، دعم مشاريع الشباب، وكذلك الأجيال الصاعدة. تم اليوم انعقاد لجنة جهوية للتنمية البشرية والتي تم الدراسة والمصادقة على نقطتين أساسيتين على صعيد إقليم الأوسرد. الأولى تهم التتبع سير تنفيذ المشاريع التي خصصت في إطار اعتمادات جائحة كورونا، والنقطة الثانية تخص المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار اعتمادات سنة 2020 والتي تضم ثلاث برامج. الاجتماع وبعد المصادقة على كل المشاريع بإقليمي الجهة ذكر بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتهدف المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والكرامة. طبيعة حال القطاع التعاون الوطني كان 11 مشروع كيهموا البرنامج الثاني، أغلبيتها كتتعلق بالنساء في وضعية صعبة، وبطبيعة الحال المسنين والأطفال في وضعية صعبة. على مستوى إقليم واد الذهب 11 مشروع كما صرفت الذكر، وعلى مستوى إقليم أوسرد هناك أربع مشاريع. إضافة بطبيعة الحال هذه المشاريع كاين بعض الدعم اللي تلقته مراكز الاستقبال والإيواء، واللي كانوا كيستقبلوا الناس في جائحة كورونا، واللي بالمناسبة كنشكر الجمعيات المسيرة والشركة لأن حقا ضمنت معنا في هاد الشهرين، فجميع المخالطين
او المشكوك في في في, في مخالطتهم الاشخاص المصابين بدا كورونا واللي كانوا خمس حالات في الداخله. بالنسبه لقطاع الصحه عرف برمجت مجموعه من المشاريع تتهم الاولى تجهيز المراكز الصحيه بمعدات تتعلق بصحه الام والطفل واللي المبلغ الاجمالي ديالها توصل ل 906000 درهم ومبلغ اخر تتعلق ب 150000 درهم اللي تتعلق بالبرامج ديال البرنامج ديال محاربه سوء التغذيه او مساهمه في تغذيه المراه وتغذيه الطفل. من هذا المنبر هذا استفدت الوزاره بالخصوص في هذا المجال هذا خاصة المركز ديال الاجتماعي اللي كيستقبل يعني دوك القادمين من الصحراء يعني لي زيميغري، وكذلك في هاد كورونا 19 انه دار واحد الدور كبير اللي في الحقيقة انه ما يقارب 46 حتى 50 حالة كدوز كدير الكونفين تما، وكذلك مركز ديال الأندية النسوية هو استفد لأنه فعلا كاين هناك شريحة ديال الأطر المساعدة كتقوم بواحد الدور كبير في هذا المجال. خلال هذا الاجتماع المخصص للجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم تسليط الضوء على ضرورة تشغيل الشباب وإدماجهم في الشبكة الاقتصادية للمساهمة في الدفع بالتنمية للأجيال القادمة، بالإضافة إلى دعوة اللجان الأساسية إلى إنجاح البرامج والانفتاح على الهيئات المنتخبة والمصالح الإدارية والمجتمع المدني قصد تطوير كل المشاريع الخلاقة والمتجددة. في بلاغ توصلت به القناة ينهي رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون إلى علم كافة ساكنة المدينة أن جميع المرافق التابعة للجماعة بما فيها ملحقات الحالة المدنية قد شرعت في تقديم خدماتها للساكنة بشكل عادي وطبقا للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 ابتداء من اليوم الخميس 11 يونيو. كما ينهي إلى علم كافة ساكنة المدينة أن الملحقة الثانية للحالة المدنية قد تم نقلها إلى العنوان التالي: زنقة أم الربيع حي الشهداء نهاية شارع 28 فبراير، وعليه فعلى الراغبين في الحصول على أي وثيقة وخدمة الالتحاق بالمرافق التابعة للجماعة مع إحضار بطاقة التعريف الوطنية. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل للفقرة الخاصة بقراءة الصحف الصادرة يوم غد إن شاء الله مع الزميل عياد السرتي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف من صحيفة جودة الإلكترونية، وكتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: أوردت مصادر محلية بمخيمات تندوف أن احتجاجات نشبت زوال اليوم الخميس، وذلك نتيجة اعتداء فرقة درك تابعة لجبهة البوليساريو على أحد شباب المخيمات. وأوضحت المصادر أن عائلة الشاب المعتدى عليه عمدت على الهجوم على مقر ما يسمى الولاية وغلق منافذها احتجاجا على الاعتداء الوحشي الذي تعرض له ابنها، وأسفر عن إصابات في فمه وتهشيم أسنانه الأمامية، لينضاف لضحيتين أخرتين للفرقة التي يطلق عليها لقب الفرقة 20. يومية لحظة المغربية كتبت في عددها اليوم غد الجمعة: الدفعات الكبيرة والمتتالية للمغاربة العالقين خارج الوطن في عدد من الدول انطلقت من إسبانيا وستتوصل بكل من فرنسا وتركيا وغيرها من البلدان. ويوم غد الجمعة ستتواصل عملية ترحيل المغاربة العالقين بإسبانيا بعد رحلات تمت من كل من مالاغا، برشلونة ومدريد. مصادر من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج قالت إنه تمت إعادة 300 من العالقين بالديار الإسبانية في إطار ثلاث رحلات جوية من مطار مالاغا إلى مطار ثانية الرمل بتطوان. وخلال هذه الرحلات تمت مراعاة الحالات الإنسانية والأكثر هشاشة في الدفعات الأولى للعالقين مثل المرضى والعالقين بدون موارد والأمهات، حيث تم نقل 10 رضع ضمن هذه الرحلات، وتم خلالها احترام معايير السلامة الصحية ومسافة الأمان سواء عند نقل العالقين عبر الحافلات إلى مطار مالاغا أو أثناء الرحلات التي لم يتجاوز عدد الراكبين بها
100 راكب في كل رحلة. وبحسب مصادر من وزارة الخارجية فإن عملية نقل العالقين بإسبانيا ستتواصل بتنظيم 3 رحلات جوية من مدريد يوم الجمعة المقبل، و3 رحلات من مدينة برشلونة يوم الاثنين المقبل، وبذلك يكون مسلسل إعادة العالقين إلى المغرب يسير بشكل تدريجي ويراعي إجراءات السلامة، حيث يتم تهيئ بنيات استقبال العائدين لقضاء فترة الحجر الصحي. صحيفة برلمانكم الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: أعلنت المديرية الجهوية للصحة بالعيون عن شفاء الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا، والتي كانت متواجدة بالحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بالمهدي. وكشفت التحاليل المخبرية خلو جسم الحالة التي أعلنت المديرية الجهوية إصابتها سابقا بكورونا المستجد، لتغادر رسميا بعد نتائج التحاليل المخبرية التي خرجت سلبية المستشفى الجهوي مولاي الحسن بالمهدي. وبحسب المديرية الجهوية للصحة بالإقليم فإن الوضعية الوبائية في الجهة باتت مستقرة، حيث لم تسجل أي حالة جديدة. وبحسب نفس المديرية فإن مجموع الحالات المستبعدة بلغ 3794 حالة بالجهة كاملة، والتي تنتمي لها العيون بجدور والسمارة والطرفاية. يومية المساء كتبت في عددها اليوم: غدنا الجمعة في الوقت الذي حذر فيه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة من بعض البؤر العائلية والصناعية، كشف عرض لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي جرى تقديمه بمجلس النواب أن مجموع الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا في الوحدات الصناعية بلغ 142 ألف اختبار. وذكرت المساء أن عرض وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أوضح أن رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمعامل الصناعية لا يعني أن مصدر العدوى يتمثل في المعمل، مؤكدا أن هذه الوحدات لا يمكنها أن تشكل بؤرا لتفشي الفيروس لأنها نهجت التباعد الاجتماعي واعتمدت تدابير وقائية صارمة. وبلغة الأرقام كشف المسؤول الحكومي أن 52% من فحوصات الكشف عن الفيروس التي أجريت على الصعيد الوطني تمركزت بالوحدات الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن 0.6% فقط كانت إيجابية، فيما تأكدت سلبية باقي الاختبارات. وتابع موضحا أن عدد الاختبارات المنجزة بالوحدات الصناعية والتجارية ما بين 22 أبريل الماضي و5 يونيو الجاري بلغ ما مجموعه 142 ألف اختبار، أظهرت إصابة 795 شخصا فقط. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم المختار حمادي، مولاي المختار حمادي عن عمر يناهز 92 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء العروسيين أولاد الخليفية. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة السيدة من تحمد ولد حدة عن عمر يناهز 84 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة الشرفاء الرقيبات سواعد أولاد بوسعيدة. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. والآن نصل للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقل من الجنوبية اليوم غدا إن شاء الله، يرتقب أن يكون الطقس مستقر بعموم المناطق الجنوبية. درجات الحرارة العليا ستسجل 25 درجة بالعاصمة الرباط، و 20 درجة بسيدي فني، 26 درجة بكليميم، 25 درجة بالطنطان، 31 درجة بياسة، 32 درجة بزاك، 26 درجة بالطرفاية، 31 درجة بالعيون، 33 درجة بالسمارة، 32 درجة ببكرة، 28 درجة ببشتور، 36 درجة بكلتة زمور، 34 درجة بمدريقة، 25 درجة بالداخل، 40 درجة بأوسرت، 37 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهات الأطلسية: سيكون البحر هائجي إلى قليل الهيجان بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة
السابعة ودقيقة واحدة من غورو، فسيكون في حدود الساعة 8:43 بحول الله. درجات الحرارة بعد المناطق المجاورة لبلادنا: 35 درجة بتندوف، 37 درجة بالرابوني، 40 درجة بزويرات، 42 درجة بتودنية، 43 درجة بوادي بواطار، 40 درجة بنواكشوط، 37 درجة بكيهيدي مع التسجيل 32 درجة بالعاصمة المالية بامر. في ختام هذه النشرة المباشرة لم يبقى لنا مشاهدينا الكرام إلا أن نذكركم بأبرز عناوينها: غليان شعبي والتصعيد أمني داخل مخيمات تندوف نتيجة للممارسات القمعية لجبهة البوليساريو. وتابعنا من الأقاليم الجنوبية عودة الحياة إلى إيقاعها الطبيعي. وفي مستجدات الحالة الوبائية: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتماثل 18 حالة للشفاء. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله.